حياكم الله مجددا في أهلا. اليوم راح نطرح واحد من الموضوعات إلى حد كبير هو من الموضوعات الجديدة في الطرح الإعلامي، ويمكن ما صار لها هذا التوسع في الطرح من قبل على أهميتها. ونحاول اليوم أنه نقدم جرعة تثقيفية في هذا الجانب إذا صحت هذه التسمية، وهي بناء العلامات التجارية للمدن وتسويق هذه المدن. كيف نستطيع اليوم أن نسوق مدينة؟ كيف نستطيع أن نبني علامتها التجارية؟ إيش الفرق بين المصطلحين؟ كيف نهتم بهذا الموضوع؟ وإلى أي مدى هذا الموضوع يفرق في تقديم هذه المدينة وفي صورتها للآخر؟ اليوم ضيفتي هنا في الاستوديو شخصية متخصصة في هذا الموضوع وتحمل درجة الدكتوراه في بناء العلامة التجارية للمدن. ورحب معي هنا في الاستوديو بالدكتورة رزان بوغري. دكتورة مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا فيك. خلينا إذا سمحتي لي في البداية نبسط للمشاهد ماذا نقصد ببناء علامة تجارية للمدينة، وش نقصد فيها؟ جميل. أنا راح أبدأ التوضيح بمثال، أؤمن بالأمثلة لأنها دائما توصل الفكرة صحيحة. لو أخذنا مثال لمدينة البندقية، البندقية متعارف على أنها مدينة العشاق، فلو قلنا لماذا أطلق على مدينة البندقية باسم مدينة العشاق؟ هل هو بسبب المباني الجميلة التي تغنت بالشاعرية، أم هو بسبب القنوات المائية، أم هو بسبب الطابع الجميل الشاعري اللي غلب على المدينة؟ التصورات هذه كلها في حد ذاتها صحيحة، ولكن هي ليست السبب الرئيسي في تسمية المنطقية بمدينة العشاق. لغويا لم توجد قصص ناجحة للعشق أو الحب في المدينة، ولكن تم العمل بشكل صحيح على توصيل صورة ذهنية عند الزائر على أن هذه المدينة هي مدينة العشاق. طبعا تسببت وجود التصاميم المباني، تسبب الطابع السياحي للمدينة في رسم هذه الصورة. المقصود بالذكر الآن أن هناك في فرق كبير بين عملية التسويق وعملية بناء العلامة التجارية للمدينة. الزائر لما يجي، وطبعا هو التصنيف يأتي في البداية على مين اللي حيدخل، سواء كان زائر أو كان مستثمر، ولكن إحنا بنقول هو في حد ذاته زائر. الزائر لما بيدخل بيقول أبي أشوف المدينة وش عندكم واكتشفها، حتى لو ما كان سائح. فالعمل على طريقة استقطاب الزائر، العمل على how they perceive the city، هذا هو المقصد الرئيسي من عملية العلامة التجارية. فأنا لما ببني علامة تجارية معناته أنا بشتغل على هوية في البداية، وبعدين بأدخل في أبعاد أكبر إلى ما أوصل إلى شخصية حقيقية أبنيها للمدينة. هل تشوفين أنه كل مدينة يجب أن تبنى لها هذه الهوية، ولا لا أنه في مدن متنوعة يعني تحتضن كل المجالات وكل الناس وكل التوجهات؟ سؤال جميل. يعتمد على الهدف. إذا كان الهدف هو بناء علامة تجارية، فأنا لابد أن أبني لها هوية. إذا كان الهدف هو تسويقي، فهنا يختلف، فأنا لا أحتاج أن أنا أبني لها هوية. مثال، لو أخذت مدينة وعملت عليها موسم مهرجان وقلت أبغى أعرض مميزاتها وخيراتها وكل ما فيها من جماليات، وعملت في هذا الموسم أرباح، قفل، هذا تسويق، تسويق مدن. طيب. ولكن بناء علامة تجارية أنت بتتكلم على مسار حياة كامل، شخصية حقيقية موجودة للمدينة. طيب. من خلال الهوية. طيب دكتورة، ليش ألمح في كلامك يعني فصل تام بين الاثنين، مع أنه المنطق يقول أنها مترابطة؟ أنا أصلا ليش بأبني العلامة التجارية أو الهوية، ليش بأبنيها؟ علشان أنا أسوقها ويجوني الناس. هذا الترابط علميا موجود ولا لا؟ هو في ترابط، ولكن في اختلاف. الترابط كيف يكون؟ بحيث أنه أنت في مسألة استقطاب، هذا الترابط، ولكن هي عملية منفصلة تماما. طيب الاستقطاب يلزم تسويق. ده صحيح. طيب وأنت عشان تستقطب سويت العلامة التجارية. غير صحيح، لأنه أنا استقطبت الآن بهدف الأرباح، فما أحتاج أني أنا أبني هوية. أي منتج عندك إذا أنا سوقت له ونباع، انتهت بالنسبة للمهمة التسويقية. طيب هذا يعني أن الهوية مرتبطة بثقافة المكان وليس بتسويقه. مرتبطة بالهدف من العملية نفسها،
إذا كان هدفي فعلياً أني أنا أبني هوية صحيحة للمدينة وأخلي لها شخصية في خريطة العالم، معناته أنا حشتغل على سيتي براندينج. إذا كان هدفي هو ربح، فحأرجع لنفس المثال وأقول أعمل موسم في سنة معينة خلال السنة وقفل على الأرباح. هذه ماركتينج استراتيجي، معناته أنا عملت تسويق ولم أعمل هنا هوية، ما اشتغلت على الهوية. ولكن الهوية اللي بتعيش معاك العمر كله، نفس الإنسان اعطيه شخصية كطابع شخصية، ما أحتاج أنه هو يتكلم في يوم وفي يومين، لا، أنا أحتاج أنه هو يتكلم مدى الحياة. عشان كده بنقول العلامة التجارية هي اللي بتخلي المدينة تتحدث. ليش تحدثت البندقية؟ ليش قالت أنا المدينة اللي تستبني أو تستقطب العشاق وتستقطب الحب؟ ليش المدينة اللي تبنت الرومانسية في الدولة أو المدينة السياحية؟ ليش؟ لأن لها هوية. فأنت بتشتغل على حيثيات الهوية إلى أن تدخل إلى بناء شخصية متكاملة للمدينة. نعم، وبالتالي الهوية هذه سواء استخدمت لاحقا في موضوع التسويق أو لم تستخدم، هذا شيء آخر، هذا شيء مختلف، لكن بناءها هو خاص بالهوية نفسها وبالعلامة اللي تميز المدينة. العلامة التجارية تبدأ بالهوية. أحيانا تكون المدينة موجودة ومتعارف عليها بس ما لها هوية، فنبدأ هنا بخلق هوية للمدينة. وخلق الهوية هنا هذه له قصة أخرى تنبع من ثقافة المجتمع نفسه ومن ثقافة سكان المدينة. طيب، تشوفي اليوم انه في السعوديه اتجهنا الى موضوع خلق الهويه للمدن والعلامات التجاريه لها، ولا ما زلنا شوي في هذا الموضوع؟ لا، في اتجاهات عاليه وفي جهود كبيره جدا، وخصصت لها خطط وخصصت لها يعني فريق مجهز كامل. وانت تتكلم على اشياء يعني احنا نلمسها موجوده، ومن ضمنها منطقه عسير. فمره اخرى المدينة والمنطقة والدولة تتبع نفس الأفكار والنظريات التي تتكلم على بناء العملية التجارية، مع اختلاف نطاق العمل، السكوب هو اللي يختلف. ولكن أنت تجد الآن الجهود الموحدة في كل الاتجاهات في المملكة على بناء العلامات التجارية للمدينة، وليس الترويج للمدينة نفسها. نعم، أنا أعتقد أن العلا واحدة من الأمثلة. صحيح، العلا واحدة من الأمثلة، الرياض واحدة من الأمثلة، وعسير منطقة متكاملة من الأمثلة. طيب، عسير، العلا، الرياض، إيش رأيك تسمحي لي أخذ فاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم كيف بنينا في السعودية علاماتها التجارية؟ ما يهمك. هذا فاصل وبعده مكملين مع الدكتورة رزان. حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا، حواري ما زال مستمرا مع الدكتورة رزان بوغري، والحديث عن صناعة العلامات التجارية والهويات للمدن. أرحب فيك مجددا دكتورة. يمكن قبل الفاصل قلنا أنه حنتكلم مثلا عن ثلاثة أمثلة، خلينا نأخذ المثال الأول، منطقة عسير، كيف بنيت علامتها التجارية؟ طيب، المميزات التي تتميز فيها منطقة عسير أنك أنت تتكلم على منطقة، فهي أشمل من مدينة. المدينة تتكلم على تخصص في مكان معين، ولكن المنطقة فأنت تشمل أماكن أخرى، تدخل فيها مدائن، تدخل فيها قرى، تدخل فيها أماكن مختلفة، وهو أوسع وأكبر. وأنا أجده أنه هو إنجاز كبير، أنه منطقة كاملة أنها يتم فيها بناء علامة تجارية، حقيقي التوجه فيه عالي جدا. اللي يتميز فيه على يعني تعقيبا على سؤالك، مدينة عسير أو منطقة عسير، إنه فيه الطابع الثقافي الحي فيه عالي جدا، الهوية بارزة جدا من خلال المنتجات، من خلال الشعارات في الثقافات، القط العسيري في التصاميم التراثية، الجماليات الجميلة في الأكلات والتنوع فيها. الآن هذا هو سبب قد يقودنا إلى الوصول، احنا كيف نقدر نبني العلامة التجارية فعليا الى المدينة والمنطقة من خلال ثقافة ومجتمع المكان او المنطقة. المكان والمنطقة يعتبر جزء اساسي يشكل في بناء مو بس الهوية، حتى العلامة التجارية، لأن الهوية هي تنعكس من خلال ثقافة المكان، ولكن العلامة التجارية تكون جزء منها يعمل عليه اللي هو ثقافة المكان نفسه. فثقافة أهل المكان أو ثقافة أهل البلد لما تكون موجودة وبمخزون عالي وبطرح فكري كبير، هنا يساهم، لأنك أنت ما تحتاج أنك تشتغل من الأساس لأنه هو already موجود. طيب، وش العلامة التجارية العسير؟
العلامة التجارية لعسير هي منطقة عسير كاملة، فأنت هنا الآن ما هي ما لها تعريف واضح أو لها تعريف صريح، ولكن هي لما تقول عسير معناتها موجودة في خريطة السعودية. عسير من السعودية تطلع إلى خريطة العالم، يعني يجون الناس يعرفون السعودية ولكن يعرفون عسير بالأخص، معناتها في علامة تجارية لعسير. طيب العلا نفس الشيء، مدينة سياحية معروفة في خريطة العالم، وهذا يقود على أنه السبب أو الأهمية اللي تطلع منها في بناء العلامة التجارية للمدن هو وجودها في خريطة العالم. متى أقدر أن أقول أنها وجدت حقيقة في خريطة العالم وليس بالكتابة أو أنها مطروحة من الأساس؟ لكن هي لما يكون في تواصل كوميونيكيشن بينها وبين العالم الخارجي، لما يكون فعليا في أداة في التعامل مع العالم الخارجي، عندما تستطيع المدينة فعليا أن تتحدث، عندما تستطيع المدينة فعليا أن تقول القصة التي تحكيها. فهنا أقول أنه في فعليا مدينة على خريطة العالم لأنه في علامة تجارية لها. طيب العاصمة الرياض، إحنا خليناها المثال الثالث لأني متأكد أنه الحديث عنها يتسع، وواضح يعني البناء الثقافي والهوية أكيد للرياض بشكل جلي. أكيد جماليات علامة البناء في العلامة التجارية في الرياض أنها حازت على تنوعات عظيمة، من ضمنها القوة الاقتصادية، من ضمنها الاستثمارات، من ضمنها الثقافة الاجتماعية، ظهرت وتنوعت في وجهات وأماكن عالمية. الرياض برزت وكان في يعني هيوج جنب على الخريطة بسبب القوة اللي قدرت تتمركز فيها الرياض. التنوع هذا والأصول اللي طلعت فيها من خلال علامة تجارية كان فيها تخطيط صحيح. التخطيط هنا يأتي من الاستراتيجية في بناء العلامة التجارية. عشان كذا لما نرجع أساس العلامة التجارية نرجعها إلى الاستراتيجية تبعها وليس إلى استراتيجية التسويق. التسويق استراتيجية مختلفة. فمرة أخرى خلقت شخصية ناضجة للمدينة. عشان كذا دائما في حتى مسميات وأنا دائما أطرحها في تعريفي للمدن، هناك صفات تتعلق بشخصية المدينة نفسها. فدائما تلاقي المدينة الناضجة، المدينة الفاتنة، المدينة المبتسمة، المدينة الساحرة. ليه؟ لأن الطابع منها ينتقل من خلال شخصيتها عندما تحاكي العالم الخارجي. فنقول الرياض هي مدينة ناضجة فعليا، استطاعت أنها تكون لها قوة فعلية، استطاعت أنها تكون حكمة صحيحة في أنها تحاكي وأنها تتواصل مع العالم الخارجي. جميل. طيب دكتورة الآن أنا عندي مدينة من الصفر، تمام، أبغى أشكل علامة تجارية لهذه المدينة. ممتاز. من لحظة بنائها الأولى إيش الأشياء أو العوامل المهمة جدا اللي لا أنا لازم أتبعها من لحظة التأسيس علشان يكون لها علامة تجارية واضحة؟ طيب إحنا نبدأها من البدايات الطبيعية. فأي مدينة بدون سكان ما هي مدينة. فأنت تدور على المكان لابد أنك تجيب السكان أول شيء. السكان من وين نبدأ نشتغل على السكان؟ سلوك الفرد نفسه يتمثل في سلوك مجموعة أفراد. تكرار وممارسة السلوك هنا يولد عادات. صارت عندي عادات لبعض السلوك عند الأفراد، العادات هذه خلقت ثقافة. الثقافة هنا راح تعكس هوية. فإذا أنا هنا استطعت أني أنا أشتغل على هوية المكان أو هوية المدينة. فلما يكون في عندي تثقيف صحيح أقدر أبني هوية صحيحة. فعندي أنا مثلا هذا الحي أو هذه المجموعة من الشخصيات موجودة، وش نوعية الهوية اللي أنا أبغى أطلع فيها من المدينة؟ أبدأ أرفع نسبة الوعي والثقافة عند هذول الأفراد وأبدأ أشتغل على الهوية صحيحة. وضحت عندي الهوية، خلقت الهوية وثبتت، أبدأ أشتغل الآن على عملية البوزيشنينج. كيف أعمل بوزيشنينج عشان أقدر أسمي فعليا هوية المدينة وأنقلها للعالم الخارجي. وبعدين نبدأ نشتغل فيها بعمق كبير إلى أن نستطيع أن نخلق شخصية واضحة للمدينة الجميلة. وممكن تكون مدينة شابة يعني لسه في البدايات، ولكن لا يمنع أنه لها بناء لها وصمم لها عملية تجارية صحيحة. طيب أنا انتهيت من الهوية وبنيتها وصارت ثابتة وفقا لكل المراحل اللي ذكرتيها، تمام، إيش الخطوة اللي بعدها في تثبيت العلامة التجارية أو صناعتها؟ الصورة للمدينة.
لازم أشتغل على صورة صحيحة للمدينة، وهذه اللي دائما يسموها في مسألة الاستراتيجيات السيتي إيمج. على أي أساس أنت بتبني صورة صحيحة لما تقدر تنقل كل الأشياء الصحيحة اللي ممكن تتواصل معها المدينة في العالم الخارجي؟ الصورة بمعنى أنه هل هذه مدينة سياحية ولا مدينة اقتصادية ولا استثمارية؟ كل شيء، مدينة سياحية، مدينة استثمارية، مدينة سكانها مسالمين، مدينة فيها أمن عالي، مدينة تتناول الثقافات، مدينة مرحبة، سكانها ناس لطيفين. ما يتناول الإيجابيات دائما اللي تنعكس من خلال الصورة، فهي دائما اللي بتثبت عندي العلامة التجارية للمدينة وترفع من أصول المدينة. اكتمال الصورة يعني بناء العلامة التجارية. ده صحيح. دكتورة، قبل ما أنهي هذا الحوار، إذا في جملة تريدين أن تختمي أو تختصري بها لتثقيف الناس حول هذا المصطلح، وش هي؟ العلامة التجارية للمدينة قصة جميلة، ودائما القصص يكون فيها تشويق. التشويق ما ينتهي دائما بنهاية أي قصة، لأن القصة دائما يكون فيها أبعاد وحيثيات وفيها فصول جميلة. وأنا واثقة إنه إحنا حنشوف قصص جميلة في المدن عندنا في المدينة من خلال في المملكة من خلال بناء العلامة التجارية لها. دكتورة شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا لك. أشكر الدكتورة رزان بوغري، وأتمنى إنه تكون الصورة وصلت يعني بشكل كامل لهذا الموضوع، وسنستمر في طرح مثل هذا الموضوع وغيره من الموضوعات بشكل يكون أوضح وأكثر تثقيف الناس. أشكر كثيرا دكتورة رزان على تجاوبها وعلى ما أثرت به من مصطلحات يمكن أن توضح الصورة كاملة في بناء العلامة التجارية للمدن. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. أصبحوا على خير.